بسم الله الرحمن الرحيم. نبلش محاضرة اليوم عن الانفلونزا فيروس. الناس اللي كانت درست الفيرولوجي كثير كويس بالجنرال ما راح يشوفوا انه المحاضرة فيها اي معلومة جديدة، هي عبارة عن محاضرة مراجعة تماما للجنرال. الناس اللي ما درست منيح، انا حاولت خلال التلخيص راح اشرح بالفيديو هذا التلخيص مش على السلايدات، احط كل الشغلات اللي كانت معنا بالجنرال اللي المفروض انكم متذكرينها عشان نفهم وان شاء الله تستفيدوا. راح احاول الفيديو يكون سريع وشامل. نقول بسم الله ونبلش. خلينا بالبداية نتذكر كم من اشي. احنا كيف كنا نقسم الفيروس؟ يا اما الى حسب النيوكليك اسيد الى دي ان اي وار ان اي، ومستحيل يكونوا الاثنين مع بعض. حسب الكابسيد الى ايكوزاهيدرال وهيليكال وكومبلكس، وحسب اذا في عنا انفلوب ولا ما في عنا، وحسب الريبليكيشن استراتيجي. الريبليكيشن استراتيجي اللي هي انه الفيروس لما يكون عندنا دي ان اي او ار ان اي بيكون دبل ستراند سنجل ستراند، وسنجل ستراند ار ان اي ممكن يكون بوزيتيف سنس ونيجاتيف سنس. بوزيتيف سنس اللي هو انه الار ان اي هذا نفسه نفس الار ان اي المسنجر ار ان اي، بينما النيجاتيف سنس هو الكومبلمنتري تاع المسنجر ار ان اي اللي راح يروح على الريبوسوم ويعمل لنا بروتين. بدنا نتذكر كمان انه الفاميلي بتخلص بفيريديا، والفيروسات ما فيها اشي اعلى من الفاميلي. السب فاميلي بتخلص بفايرينيا، والجيناس بيخلص بالفيروس، والتايب هو رقم. الديزيز نيم بفرق عن الفيروس نيم. يعني في عنا ال HIV والايدز مثلا، في عنا الكوفيد 19 والسارس كورونا فيروس 2، مثال قاعد بصير حاليا ومطلوب منه بامتحان الار اس. عموما الهيليكال كابسيد دائما بيكون ار ان اي، مستحيل يكون دي ان اي، وموستلي انفلوبد. بينما الايكوزاهيدرال ممكن يكون دي ان اي وممكن يكون ار ان اي عادي، وبشكل عام ممكن يعني سم ار انفلوبد. بس القاعده اللي بدنا نعرفها دائما انه نيكد فايروسز ار يوجوالي ايكوزاهيدرال. الكومبلكس هو فيروس واحد، البوكس فيروس. بدنا نعرف كمان انه الفيروسات بتكون سيجمنتد ونون سيجمنتد. الانفلونزا بتتذكروا شو كان سيجمنتد، هاي مهم كثير النقطه وراح نحكي عنها خلال محاضره اليوم. الانفلونزا سيجمنتد فيروس. شو كمان؟ كل سيجمنت طبعا راح يعطينا بروتين معين، وكل الدي ان اي فيروس بتكاثروا بالنيوكلياس عدا استثناء واحد البوكس فيروس، وكل الار ان اي بتكاثروا بالسيتوبلازم عدا استثناءين اللي هم الانفلونزا اللي راح نحكي عنها اليوم والاتش اي في. طيب هذول طبعا الصور انا حطيتهم بس عشان نتذكر، يعني مش مطلوبات الاثنين بتفصيلهم اللي راح نحكي عنه. بس المهم بدنا نعرف انه الانفلونزا فيروس بيلونج تو اورثوميكسوفيريديا فاميلي. الاورثوميكسوفيريديا فاميلي هي دي ان اي فيروس سنجل ستراند نيجاتيف سنس انفلوبد هيليكال. معناته خلينا نعد الانفلونزا لهسه شو طلع لنا. الانفلونزا هيليكال انفلوبد نيجاتيف سنس سنجل ستراند ار ان اي. وشو كمان عرفنا عنه؟ عرفنا انه ريبليكيت. وين؟ ريبليكيت عند النيوكليوس، ما انه ار ان اي، هاي نقطه كثير مهمه. والنقطه الثانيه انه سيجمنتد. هاي الشغلات اللي بشكل عام لازم نكون متذكرينها. هاي صورته تحت المجهر، بنلاحظ انه هيو انفلوبد، في حواليه شيء زي الانفلوب محيط فيه، وفي عليه سبايكس او جلايكوبروتين اللي هم الهيموجلوتينين والنيورامينيديز اللي هم اتشو ان. راح اضل طول المحاضره احكي اتشو ان، ما راح اضل احكي هيموجلوتينين ونيورامينيديز. تمام. هسا الانفلونزا اللي بتعدي الانسان ثلاث انواع اللي هي الاي والبي والسي، هسا راح احكي عنهم. خلينا عارفين انه الاي هي اخطر وحده واكثر وحده سيفير واكثر وحده كومون برضه، وهي اللي بنهتم فيها كثير لانها ممكن توصل لمرحله انها تعمل لنا بانديميكس. البي بتيجي بعدها، السي ما بنهتم فيها بالمره، بتعمل مايل ديزيزز حتى ما بتوصل لمرحله ايبيديميك، وبالتالي هي يعني على البيعة نهتمش فيها كثير. طيب نحكي شوي عن الانفلونزا فيروس. من الأمثلة على الانتيجينيك شيفتس اللي حصلوا وعملوا لنا بانديمكس وعملوا لنا بلاوي، في عنا ب 1918 السبانيش فلو قتلت تقريبا 50 مليون شخص. حتى في ريسورسز معينة بتحكي انها قتلت مليون 100 مليون شخص وليس 50 مليون شخص. الاجيان فلو، هونغ كونغ فلو، روشيان فلو. بدنا نعرف كمان المهم برضو نعرفهم كثير، الافيان فلو والسواين فلو. السواين فلو كانت اخر بانديميك حصل قبل كورونا فيروس اللي حاليا احنا بنمر فيه. طيب شو كمان؟ خلينا الانفلونزا از ان اكيوت ريسبيرتوري تراك انفكشن. اوكي اكر ان ابيديميك. اوكي بصير يعني بالشتاء
بديه مثلا بالاردن الانفلونزا تعتبر ابيديميك خلال فصل الشتاء، متفقين احنا على النقطه هاي. receive their name from their special affinity to mucus. وفي عندنا قلنا ثلاث انواع منها اللي هي الاي والبي والسي based on شو difference in ribonucleoprotein antigen. هاي هم نحكي عنهم كمان مره، بدي اكبر شوي عشان احط الصورتين مع بعض. تمام، الاي من ناحيه السيفيريتي هو اكثر واحد سيفير، وبصيب الهيومن وبصيب تقريبا اي كائن حي، بصيب الما الانيمالز الماملز البيردز، ممكن يصيب كمان الريبتايلز، يعني بصيب كثير كائنات. البي ما بصيب غير الانسان، السي بصيب الانسان وبصيب البيكس بس ما بنهتم فيه كثير اصلا، قلنا السي نعتبره زياده على البيعه. بشكل عام الاي ممكن يعمل انتيجينيك شيفت وممكن يعمل انتيجينيك دريفت، بي بيعمل دريفت بس، سي بيعمل انتيجينيك دريفت بكميه قليله جدا لمرحله انه بنعتبره ستيبل، يعني هو فايروس جدا تافه. شو كمان بدنا نعرف؟ اذا بدنا نحكي عن واحد منهم ممكن يعمل لنا بانديميك فهو فقط الانفلونزا، بيعمل سيفير النسز لمرحله توصل بانديميك، حكينا فوق السواين فلو. اوكي، في عندنا كمان البي بيعمل سيفير النسز، وايش كمان بدنا نعرف؟ انه السي قلنا زياده على البيئه، هاي رابع مره بعيدها. ايش كمان الجينومز هنا 8 سيجمنت 7 سيجمنت، هاي الاشياء بدنا نحفظها للاسف. الستركتشر عباره عن 10 فايرال بروتين 11 فايرال بروتين 9 فايرال بروتين. مهم بالاي نعرف انه الام 2 موجوده. هسه احنا اللي يعني شوي بدي اذكركم انه بالدراجز اللي كنا نستخدمها كان في دراج معينة بتشتغل على الانكوتنج، دراج بتشتغل على الان، كل دراج بيشتغل على شيء معين. هسه بالنسبه لاي بما انه عنده ام 2 بنستخدم الدراجز اللي بيشتغلوا على الانكوتنج. من الامثله عليهم ابسط مثال الريماتيدين، فبنلاقي هنا بالرسمه هاي حاطين انه الريماتيدين سنسيتيفيتي اوكي ايه بزبط مع الريماتيدين، بي بزبطش معه. وطبعا اذا بدنا نستخدم اشي احسن واحسن نستخدم الان انهبيتور، علشان هم هسه لقدام بس نعرف شو فائدة الان، رح نعرف انه خلص احنا هون قدرنا نسيطر على ايه وقدرنا نسيطر على بي اصلا، في حال اضطرنا نستخدم دراج، احنا مش دائما نستخدم دراج للانفكشنز. نكمل. المورفولوجي سفيريكال هيليكال نيوكليوكابسيد سيجمنتد، رابع مره برضو بعيدها، وهي حطيت لكم الخط تحتها سيجمنت عشان ما ننساش. سيجمنتد سنجل ستراند ار ان اي، سيجمنتد سنجل ستراند ار ان اي انفلوبد، وحكينا انه الجلايكوبروتين الموست انتيجينيك بارت فيه اللي هم الان والاتش، الان والاتش اللي هم موجودين كسبايكس على من الخارج، هم اللي بتعرف عليهم جهاز المناعة، هم اللي بيفيدونا لما بدنا نعمل فاكسينز، هم اللي بخلوا جهاز المناعة تاعنا يصير عنده ميموري للانفلونزا خلال سيزن معين، وبالتالي ما يرجع يصيبه انفلونزا اكثر من مرة. مثلا خلينا نحكي عنهم بشكل عام، الاتش في منها 15 نوع، هي مور انتيجينيك، اذا بدنا نحكي من ناحية انتيجينيك هي مور انتيجينيك ذان ان، وهي بتفيد يعني هي وظيفتها الاساسية انها بالاتاتشمنت تاع الفيروس بالهوست سيل، يعني اوكي فات الفيروس بده يتصل بالسيليا تاعت الريسبيرات الابر ريسبيراتوري تراك سيستم عشان يعمل لنا انفكشن، اكثر جزء الفيروس بفيد بهاي العمليه هي الاتش سبايكس. الان في منها من 9 انواع، النوعين اللي بيصيبوا الانسان هم ان 1 وان 2، الباقي بيصيبوا اذر انيمالز خلينا نحكي بس ما بيصيبوا الانسان. لهم اكثر من وظيفه، بيساعدوا بالفيوجن تاع الفيروس زيهم زي اتش. وظيفتهم اللي كثير مهم نعرفها وهي المين فانكشن، هي كاتب لكم مين فانكشن عندها، انه احنا لما الفيروس خلص ريبليكيشن وصار بده يطلع هم بيعملوا كليفج عشان يطلع الفيروس ويفك. سو لما احنا نستخدم النيورامينيداز انهبيتور ليس اماونت من هذا الفيروس قاعده بتطلع لبرا وبترجع تتكاثر وبصير لها ريبليكيشن، وبالتالي احنا قضينا على الفيروس. نكمل. هاي هم من ناحيه الارقام، تخافوش من الرسمه في فيها شيء، بدنا نعرف اللي الدكتور حاط عليها الخط اللي هو ايش قلنا بصيب الانسان من الان ان 1 وان 2 3 بتصيب البطه وبصيب، يعني مش مطلوب بدنا نعرفهم. اتش نعرف 1 بصيب الانسان، 2 بصيب الانسان، 3 بصيب الانسان، 5 بصيب الانسان، 7 بصيب الانسان، 9 بصيب الانسان، هذول بدنا نعرفهم، هم عليهم خطوط بدنا نعرفهم ونحفظهم. انفلونزا فايرال حسب اوكي هسه كيف احنا بنسمي الانفلونزا فيروس؟ قلنا التسميه اللي صرنا مسولفين عنها اكثر من مره من بدايه المحاضره اللي هي حسب اي او بي او سي. في عندنا كمان حسب الهوست اوريجن، يعني احنا بنعرف ان في عندنا انفلونزا الخنازير
سواين فلو حسب الهوست الأساسي، إنها هي نزلت من السواين سميناها سواين فلو، إنفلونزا الطيور مثلا. حسب الجيوغرافيك أوريجن، ممكن إذا فيروس معين طلع بمدينة معينة نسمي الفيروس حسب المدينة اللي طلع منها. يعني ها إذا بدنا نرجع على البانديمكس اللي سببها الإنفلونزا إيه، نلاقي إنه في منهم سميناها روسيا فلو، في منها سميناها هونغ كونغ فلو، حسب أول مرة ظهر فيها هذا المرض وين ظهر وقديش سبب ناس يموتوا، ممكن نسميه باسم المدينة هذيك. إيش كمان بدنا نعرف وين كنا إحنا؟ حسب ال strain number and year، وحسب ال antigenic design. هسا إيش بدنا نحكي هون؟ هينا هي أمثلة. أوكي، لما إحنا صح، في نقطة بدنا نعرفها ضرورية، إنه الفيروس إذا كان الهوست أوريجن تاعه الأساسي من الأساس مباشرة ظهر بالإنسان، والله بنسميهوش هيومن فايروس أصلا، قاعد بعد اللي إحنا كطلاب طب قاعدين ندرسه لأنه بعد الهيومن، فما راح والله نسميه هيومن فايروس 1 هيومن، لا خلص، إذا الـ إذا الهوست الأساسي كان هيومن ما بنسميه على ناحية الهوست، بنسميه بطرق مختلفة. هاي بعض الأمثلة، مثلا الهونج كونج فايروس ممكن نعتبر هو إيه، هو اسمه هونج كونج فايروس وطلع سنة 68 والسترين نمبر 1. الانتيجينيك ديزاين تاعه اللي هو الاتش والان نعتبره اتش 3 ان 2، مثلا السواين فلو اللي صارت بنيو جيرسي السنه اللي طلعت فيها مثلا 76، السترين نمبرز كانوا 8 اتش 1 ان 1، السواين فلو اللي طلعت ب 2009 برضه اتش 1 ان 1. هاي الامثله موجوده عندكم، اعرفوهم بشكل عام لانهم مهمات. تمام، هون وصلنا عند النقطة اللي الدكتور حكى لنا بالفيديو، ارجعوا على الجنرال ودرسوها. ببساطة ايش هي آلية الريبليكيشن تاعت الانفلونزا فيروس؟ كتبتها انا حاليا. اوكي، احنا قلنا انه دي ان ار ان اي فيروس وسيجمنتد وسنجل ستراند. بكل بساطة اللي بده يصير انه سنجل ستراند ار ان اي نيجاتيف، معناته النيجاتيف هذا ايش راح يصير؟ راح ينتج ار ان اي بوزيتيف. عن طريق شو؟ عن طريق ار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز، تذكرينه هذا الاشي درسناه، المفروض هذا الحكي نكون عارفينه ترى. فالار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز بيعمل لنا بوزيتيف سنس ار ان اي، البوزيتيف سنس ار ان اي يا اما بيروح على الرايبوسوم وبينتج لنا اذر، بينتج لنا البروتينز اللي بتخلي الفيروس يصير يعمل ديزيز للانسان، يا اما بتنتج لنا اذر فيروسز. طبعا لما احنا نحكي عن سيجمنتد معناته كل بوزيتيف سنس ماسنجر ار ان اي كود فور 1 بروتين. طب احنا حكينا عنه 8 صح، شو اهم ثنتين 4 و 6؟ مش حكينا احنا هو عباره عن الجينوم تاعونه 8؟ طب اهم ثنتين بدنا نعرفهم وبدنا نضل عارفينهم اللي هم 4 و 6. ليش؟ بيكوز 4 هو تاع الاتش و 6 هو تاع الان، سو هم اللي بيتحكموا بالانتيجينيك بارت اوف ذا فيروس، بالرد تاع جهاز المناعه على الفيروس، انه الفيروس احنا نعمل له تريتمنت وفاكسين ولا لا. هم كثير مهمات، هم اللي ممكن يصير فيهم انتيجينيك شيفت وانتيجينيك دريفت ويعملوا لنا بلاوي ويصير في عنا فيروس جديد ممكن ما، اذا صار في عنا. ايش الفرق بين الانتيجينيك شيفت وانتيجينيك دريفت؟ خليني ازيح عنها، متذكرينها ولا لا؟ بشكل عام راح نرجع نحكيها لقدام، الدكتور كاتبها، بس بشكل عام اعطيكم مثال سريع. هسه الشفت اللي حكينا، الشفت حكينا وين بتصير؟ بتصير بايه بس؟ شفت بدنا نفترض انه الجلايكوبروتين كان شكله دائره، والله بعد ما صار فيه انتيجينيك شفت قلب لمثلث. هاي بتصير مره كل 20 30 سنه بالحدود هاي. الانتيجينيك دريفت مايلد كوز، يعني خلينا نعتبر انه، بيعطيكم مثال مثلا كيف قطعه البيتزا، اذا اخذنا منها مثلث واحد بيتزا هي از اتوتال ظلت دائره، فالجسم راح يعني جهاز المناعه تاعنا راح يقدر يتعرف عليها بشكل اخف من اول، بس مع ذلك راح يكون التغير خفيف. مثلا اذا كان في عندنا سيركل هلف سيركل اكلوا نص البيتزا هون، يلا تمام. هيهم انتيجينك شفت وانتيجينك دريفت، حكينا عنهم احنا شرحناهم، مش داعي ارجع احكي. الدريفت بتصير every 3 to 5 years تقريبا. هاي كان عندنا دائرة صارت نص دائرة مثلا، small mutation، small mutation هاي أدت إلى small difference بالجلايكوبروتين، بينما الشيفت هو تغير كامل. هسه بدنا نحكي كيف بيصير. بالعادة لما نحكي عن antigenic shift احنا بنحكي عن انه في عندنا
انيمال انفولف بالموضوع. في عندنا نوفل فيروس، في عندنا فيروس من الانسان دخل مع فيروس ثاني مثلا من الحيوان جوا كائن معين لانهم سيجمنتد. خلينا اعطيكم هذا السيناريو، اطلعوا على الرسمه هون. خلينا نعتبر الفيروس الاخضر هو الانفلونزا اللي بتصيب الانسان، والفيروس الاصفر هو انفلونزا بتصيب البيجز مثلا، والفيروس البنفسجي هو انفلونزا بتصيب الطيور. دخلوا على نفس الهوست، خلينا نفترض بالعاده الهوست اللي بتسبب لنا هاي الاشياء هي اذا الافيان، خلينا حافظينها هاي النقطه، هي حطها انا بالغامق. All mammals influenza viruses derive from the avian influenza reservoir. تمام؟ اللي بيصير مش هم سيجمنت، هسا اجى سيجمنت من تاع الانسان مع سيجمنت من مع تاع السواين وهكذا، فنتج عندنا فيروس جديد. هذا الفيروس الجديد اللي نتج اخذ شويه جينومز من الهيومن انفلونزا فيروس وشويه جينوم من البيج انفلونزا فيروس، فنتج عندنا يعني فيروس فيه جينوم بيفرق بالكامل. وهاي طبعا هاي بتصير كل 10 ل 20 ل 30 سنة، ما بتصير بشكل يعني متكرر كثير والحمد لله. هسا وين المصيبة هون؟ المصيبة انه هذا الفيروس اللي نتج there is zero immunity for it. الانسان ما بيقدر، الاميونيتي له لهذا الفيروس صفر. يعني الانسان عمره يعني كان حكينا الانتيجينيك بارت كان على شكل دائرة صف مثلث، خلص اي ميموري عندنا لهذا الفيروس ما راح تشتغل. يوجوالي بيكون في، لما نحكي عن شيفت انا حكينا انها من ناحيه الانفلونزا هي بس بالاي، يوجوالي بيكون في انيمال انفولد بالقصه بالعاده، يا اما بالعاده بيك اذا بدنا نحكي عن انيمال. والموست اول انيمال انفلونزا ريزرفر ديرايفد فروم افيان انفلونزا ريزرفر، هاي بدنا نعرفها ونحفظها الجمله برضه. كان في رسم للموضوع قبل ما اكمل هيها. اوكي حكينا بالعاده يعني اكثر حيوان بيسبب لنا هاي القصص هو البيج، اللي بيصير انه مثلا اجانا انفلونزا نفس القصه اللي شرحتها، هاي نفس الامثله مش راح ارجع اعيدها صراحه، هيها نتج عندنا فيروسات جديده. النيو سترين هاي مشكلتها، برجع بعيد، مشكلتها انه there is zero immunity، الجسم ما عنده مقاومه لهاي الفيروسات اللي نتجت جديد. ممكن تسبب لنا بانديميك، وليس بس ايبيديميك، لا ممكن تسبب لنا بانديميك. سواين فلو اكبر مثال. شو هون مكتوب؟ اوكي الافيان انفلونزا فيروس اللي هي ال H5N1 اللي هي انفلونزا الطيور. انفلونزا الطيور اللي صارت بال 97 بهونج كونج، حكيت لكم فوق راح ارجع احكي عنها. كانت حكينا بشكل عام اول شيء عن اغلب البانديميكس اللي بتصير الها يعني خلال فتره معينه مرت بالافيان. هسه اللي بدنا نعرفه عنها بشكل عام انه كان ما في ترانزميشن فروم هيومن تو هيومن، كان بشكل عام كانت تصيب الناس اللي بيربوا الدواجن المنزليه، مربين الدجاج، مربين الطيور. وصلت لمرحله انه بهونج كونج قرروا انهم يحرقوا الطيور ويقتلوهم ويدفنوهم عشان يقدروا يسيطروا على المرض، وفعليا بالاخر هاي هي الطريقه الوحيده اللي قدروا يسيطروا فيها على المرض، لانه المرض قاعد بينتقل للانسان. ما في ترانزميشن فروم هيومن تو هيومن، اوكي بس كان في ترانزميشن من بيرد تو هيومن. طبعا مبين قديش في بيردز حوالينا، فكان الموضوع خطير. هاي كمان مرة التاريخ تاعه بدنا نعرف، بتاعت الهونج كونج اوت بريك اللي هو صار بال68. النقطة اللي حكيناها فوق هيها كمان مرة انه all human pandemic strain have been reassociated او reassorted. reassorted اللي هي هاي الانتيجينيك شيفت، اللي اسم ثاني لها شو كان؟ reassortment. reassortment يساوي انتيجينيك شيفت. تمام؟ فاللي صار انه صار في عنا reassortment بين انسان بين هيا between avian and human influenza virus. Big serve as mixing for viruses. حكينا انه البيج من اكثر الشغلات اللي بصير فيها mixing للفيروسات بشكل عام. هاي طبعا هسا بعد ما انتقل للانسان، ممكن اذا هذا المرض كان infectious from human to human، مش يعني مثلا سواين فلو كان مش زي الانفلونزا الطيور، لا كان معدي من انسان لانسان. فاوكي بدايه الديزيز بلشت من بيج معين نقل هذا الفيروس للانسان، بس الفيروس هذا هيو صار ينتشر بين البشر وهيو عمل لنا بلاوي. الباثوجينيسيس بتاعت الانفلونزا نحكي عنها. بالعاده لما نحكي عن الانفلونزا واحد مفلوز، ليش فلوز؟ فلوز من وراء ايروسولز كانت كونتامينيتد وذ انفلونزا فيروس، انتقلت للريسبيراتوري تراك سيستم تاعه. الريسبيراتوري تراك سيستم تاعه وين راحت هاي الفيروسات مباشره؟ على السيليتد سيل، الكولومينار سيليتد سيل
اللي موجودة سودوك اللي من نفس اللي موجودة جوا ريسبيراتوري تراك، وبالتالي ايش راح تعمل؟ راح تقضي على السيليا. طلعوا الرسمة هون، اول نورمال ريسبيراتوري ميوكس هي هون، بين هاي الاشياء اللي زي هيك زي الزغب، هاي هي السيليا. بعد 3 ايام من الانفكشن طلعوا السيليا كلها، تدمرت، الفيروس قضى عليها، وبالتالي هاي هي الباثوجينيسيس تاعته. لما يصير في عندنا ديستركشن بالسيليا تاعت الميوكس تاعت الريسبيراتوري تراك سيستم، راح يقل عندنا الميوكس سكريشن، اللي ممكن يؤدي لنا بالتالي الى ايش؟ الى السكندري بكتيريا الانفكشن، وممكن يصل للور ريسبيراتوري تراك ويعمل لنا نيمونيا. ممكن يصير في عندنا فايرال نيمونيا، اوكي ما يسبب بكتيريا الانفكشن، بس يصير في عندنا فايرال نيمونيا، ممكن يعمل سي ان اس ومسل ديزيز، بس قليل جدا. يعني بالعاده اذا بده يصير لها مضاعفات بيصير لها يا اما سكندري بكتيريا يا اما برايمري فايرال نيمونيا. بالنسبه ل طبعا ايش راح تكون رده جهاز الجسم؟ ما راح يظل قاعد وصافن، راح يفعل المناعه، وراح يتفاعل عندنا التي سيلز والانتي بوديز والانترفيرونز والمايكروفيدز واليه الاميونيتي كلها اللي شرحناها بالشابتر الاول على ما اعتقد، بالسيستم الشابتر الاول او الثاني حكينا عن الموضوع. فبشكل عام لما يصير في عندنا تي سيل وانتي بودي صار في عندنا فيوتشر ميموري بالجسم، فلو خلال نفس هذا الموسم الانسان صار ما راح يرجع يصيبه انفلونزا مره ثانيه لنفس السبب اللي صارت فيه المره الاولى. اوكي، طب هسه في ناس حكوا لا انا والله فلوزت مثلا بشهر واحد وهسه رجعت فلوزت. اوكي، التفسير اللي بالعاده بيكون لهي النقطه انه انا لما فلوزت اول مره فلوزت بسبب ايش؟ بسبب مثلا انفلونزا ايه، خلينا نفترض، او انفلونزا بي. لما فلوزت بالمرة الثانية مثلا في أشياء ثانية بتسبب لنا إنفلونزا، راينو فيروس، كورونا فيروس المايلد اللي بيعمل لنا الإنفلونزا السيزونال، في أكثر من سبب. فممكن واحد يفلوز أو يعني يصيبه كومون كولد، خلينا نحكي مرتين بنفس السيزن، ولكن نادر ما تصير مرتين بنفس السيزن من وراء نفس مش نادر، هي تقريبا شبه مستحيل إنها تصير مرتين بنفس السيزن من وراء نفس الفيروس. والله إنفلونزا إيه إنفلونزا إيه، الفيرولنس فاكتورز تاعت الفيروس. تمام، اللي هي الـ ability to infect lower respiratory tract. ممكن يصير في عندنا cytokine storm اللي هو strong induction للـ pro-inflammatory cytokines و chemotaxis agent. apoptosis ضروري ضروري نكون متذكرين الطريقة اللي الفيروسات بتقضي فيها على الخلايا. generally لما نحكي احنا بنحكي عن apoptosis ما بنحكي عن necrosis. الفيروسز ما بتعمل نكروسس، بتعمل ابوبتوسس. خلي هاي النقطه خصوصا لما نحكي عن الريسبيراتوري فيروس بشكل عام، اذا بدنا نحكي جنرالي سبيكينج بتسبب ابوبتوسس ما بتعمل نكروسس. سيستميك انفكشن وايفيجن اوف انيت اميون سيستم، وبالتالي ممكن يصير في عندها سكندري بكتيريال انفكشن مثلا. طيب السيليا هيها قلنا تدمرت، هسه اللي بيصير انه السيليا هون عشان ترجع مش راح ترجع بيوم وليله، بدها تقريبا اب تو 7 6 ويك تترجع. فاوكي بتلاقي المريض صابوا انفلونزا بيقول والله قعدت مفلوز شهر ونص، قعدت مفلوز شهرين. اللي بصير انه اوكي البيشنت صار معه اخذ مثلا دواء معين سواء سيمبتوماتيك ولا اخذ وصل لمرحله انه ياخذ انتي فايرال ميديكيشن وطاب، ولكن السيليا عنده فيها ديستركشن، فعلى بين ما ترجع السيليا ترجع تتكون بنلاقي المريض هذا خلال هاي الفتره لسه عنده كف، بتلاقي مفكر حاله فعليا ما طاب، بصير يسب على الدكتور ويقول الدكتور هذا بفهمش، وهو فعليا اللي قاعد بيصير انه السيليا بس بدها ترجع تطلع. طيب السيمبتومز، السيمبتومز كلنا عارفين فيش داعي نقرا هالشغلات هي، ايش السيمبتومز تاعت الانفلونزا؟ بيجي اصلا بيجي المريض عليك بيقول لك دكتور انا مفلوز بدون ما يعطيك السيمبتومز، فيفر وهيك. اوكي السيمبتومز اللي هي فيفر وهيك، خلينا نحكي عن اخر واحده اللي هي الاوكلر سيمبتومز، اللي هي الحساسيه اللي بتصير بالعيون. في ناس بيفلوز وبتصير عيونه تحكه وحمره، اوكي هاي بتصير من وراء الانفلونزا، بس اذا بدنا نحكي بشكل معتاد او يوجوالي بتصير من وراء الادينو فيروس اكثر من وراء الانفلونزا. كلينيكال فايندينج بالعاده سيفير كيسز بتصير بالفيري يونج، واحد عمره يومين فلوز، بالفيري إلدري واحد عمره بالثمانينات فلوز، الاميونو كومبرمايز بيشنت، ايدز بيشنت، بيشنت اون كيموثيرابي، هذول اللي مرحله خطر اذا صابهم انفلونزا. هارت اند لانج ديزيز، واحد عنده اوريدي اصلا بريفيوس لانج ديزيز او هارت ديزيز، اوكي خطر. طيب الانفلونزا بتقتل، طبعا الانفلونزا بتقتل. منظمة الصحة العالمية بتحكي لكم تقريبا عدد الحالات اللي سيفير، بس احنا ما بنحكي عن الحالات كلها، عن السيفير من الانفلونزا بتوصل ل 5 مليون كيس بالسنة، بالسنة بير، وفي عندنا تقريبا اب تو 700,000 كيس 700,000
حالة وفاة من وراء الإنفلونزا. إيش ممكن يصير في عندنا مضاعفات؟ حكينا أول شيء إنه سكندري بكتيريال إنفكشن مثل الكورب، عندنا البرايمري إنفلونزا فيروس نيمونيا، والسكندري بكتيريال كمان ستريبتوكوكس ستافيلوكوكس أريوس هيموفيلس إنفلونزي ممكن يعملوا لنا نيمونيا، ممكن يعملوا لنا فارنجايتس إنسولايتس، القصص هاي اللي أخذناها بالشابتر الأول. النون بالمونري كونديشن ممكن يصير في عندنا مايوسايتس رير فيري رير فيري رير من ورا تايب بي بصير في عندنا مايوسايتس، ممكن كاردياك بروبلم، ليفر سي ان اس بروبلم. مين بتذكرها هاي الراي سندروم؟ انا حتى بالتلخيص ما حطيتش الجواب مباشره، اتذكروا هاي هذا المصطلح وين مر علينا. اوكي عبين ما انزل بس لتحت المفروض تكونوا متذكرينه. بريفيرال نيرفس سيستم وشيء اسمه جاريان بيري سندروم. ايش هي الجاريان بيري سندروم؟ برضه راح احكي عنها لقدام. اوتو اميون ديزيز، في ناس يعني او عند ناس معينين بيكون ريليتد للانفلونزا ولكنه فيري رير. شو هي وين شفناها؟ شفناها هيها اسبرين، اربطوا لي اياهم ببعض. كنا نعرف واخذنا بالفارما بالفصل الاول انه نيفر ايفر نيفر 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 جيف اسبرين تو ا تشايلد اندر مثلا 12 يير اولد، اندر حتى بحكوا لك 15 يير اولد. ليش؟ لانه ببساطه في شغله بتصير من وراء الاسبرين اللي هي الريان سيندروم، بصير في عندنا ليفر فاتي ديبوزيت، برين اديما، فوميتنج، كوما، والشغلات اللي احنا مثلا مرناها. ريسك فاكتور اللي هم اليوث اللي حكينا احنا عمر معين، سيرتن فايرال انفكشن ممكن تؤدي لنا الى هاي السندروم، والاسبرين طبعا اللي حكينا عنه بالفارما الفصل الاول. اسبرين نيفر ايفر جيف ا تشايلد اسبرين. شو كمان لابوراتوري دايجنوستس؟ طيب قبل ما نحكي عن اللابوراتوري دايجنوستس، شو الدايجنوستس تاع الانفلونزا؟ قلنا المريض بيجي اصلا على الطوارئ بيقول لك دكتور انا مفلوز، بوصف لك اياها بالاسم، بتلاقي عليه فيفر، الاعراض اللي حكيناهم فوق، فيفر كافينج، راني نوز، سور ثروت، القصص هاي. لما بدنا نحكي عن اللابوراتوري دايجنوستس، الاشياء المعتاده للمايكروبيولوجي بشكل عام، بي سي ار، اليسا، ديتكشن تو انتيباديز معينه، كل الاشياء اللي بنعرفها احنا من قبل. هاي الاشياء متى بنستخدمها؟ بنستخدمها بس حالات لما يصير في يعني يوجوالي، انا كتبت لكم انه يوجوالي دايجنوسيس از دان باي تيكينج هيستوري، بيجي المريض بيحكي لك انفلوز كذا، حرارته مرتفعه، خلص انفلونزا. متى بنوصل لمرحله السيريولوجي تيست والقصص هاي والايزوليشن وكلتشر وفيرال كلتشر والقصص هاي؟ هاي بنوصلها عند مرحله الفيري سيفير كيسز، واحد صار معه يعني انفلونزا طولت عنده وما استجاب، ممكن لو ما استجاب للسيمتوماتيك تريتمنت اوكي ممكن نعمل له سيريولوجي تيست، لانه بنخاف انه يكون بدايه بانديميك جديد او صار في عندنا انتيجينيك شيف قويه ادت له الى الديزيز هذا، فبدنا نعرف شو السبب. بريفنشن اند تريتمنت، طبعا ممتاز احنا خلصنا التابتر بسرعه. بشكل عام قلنا حكينا لهم احنا بشكل عام انه في عندنا اهم شيء بدنا نعرف، عندنا اشياء انكوتينج انهبيتور وفي عندنا الان انهبيتورز. بشكل عام الانكوتينج للاي بس لانه هي الوحيده اللي عندها الام 2، بينما النيوراميديز انهبيتور جيفن فور بوث بي اند اي. لما بدنا نعالج احنا شو بالوضع الطبيعي هسه لما نحكي عن تريتمنت تو انفلونزا، شو كيف بدنا نعمل تريتمنت للانفلونزا؟ التريتمنت بتاعت الانفلونزا بالعاده بنقول للمريض روح اشرب شاي وليمون ونعطيه بنادول، خلصت الامور. يعني نادر ما نوصل لمرحله انه نعطيه انتي فايرال دراج من وراء انفلونزا. اللي بدنا نعرفه انه الامينيتيدين في تقريبا 70% بروتكشن اجينست الاي انفلونزا، في عندنا 30% مش بروتكشن. هاي بدنا keep it in mind in severe cases or in elderly people or immunocompromised people، انه ممكن ال uncoating inhibitors او ال amitidin مثلا ما يفيدوا، فبنروح مثلا نعطيه neuraminidase inhibitor. بدنا نتذكرهم هذول الاسماء مطلوبين معنا كادويه هسه مش زي الجنرال. مين لمين بنعطي العلاج؟ احنا قلنا بالوضع الطبيعي خلص بنقول للمريض روح خذ بنادول، روح اشرب شاي بليمون، ارتاح يوم يومين، تروح على الشغل، بتصير امورك تمام. مين اللي بدنا نعالجهم؟ طلعوا اوكي تمام. اللي بدنا نعالجهم بشكل عام اللي هوسبيتالايزد وصلت فيهم المرحله انه صيروا هوسبيتالايزد، الاطفال الصغار اذا صابهم انفلونزا بروحوا يعني ممكن يوصلوا لمرحله انهم يباتوا بالمستشفى من ورا الموضوع،
والناس اللي at a higher risk of influenza complication حكينا عنهم فوق، اللي هم الالدري، الميونوكومبرومايزد، الفيري يونغ. تمام، السيرفيلانس مهمة للإنفلونزا ولا مش مهمة؟ طبعا مهمة. إحدى الشغلات اللي مهمة بسببها منظمة الصحة العالمية بتهتم بالمونيتورينج، وإنه تحط إنه تشوف البيشنت اللي صار معهم إنفلونزا أندر أوبزرفيشن علشان يعرفوا السيروتايبوس اللي طالع السنة هاي شو كانت، عشان يعرفوا أول إشي الفاكسين اللي بدهم يعملوه السنة الجاية شو بده يكون، شو السترين المنتشرة بمنطقة معينة. السيرفيلانس مهمة برضه لبعض الحيوانات، يعني مثلا احنا بنعمل سيرفيلانس للانفلونزا اللي بتصيب البيردز، حتى لو انا كانسان هاي الانفلونزا ما بتعديني، ليش؟ خوفا من انه بيوم من الايام يصير ري اسورتمنت مع هاي الانفلونزا وبالتالي تنتقل للانسان، فعشان لو وصلنا بيوم من الايام، وهيها قاعدة بتصير كثير، نسمع كل فترة عن بانديميك صار او يعني ديزيز انتقل لنا من الانيمالز، يكون في عندنا معرفة ايش هو السيروتايبس اللي موجودة عند هاي الانيمالز، فبيعملوا سيرفيلانس سواء للبيشنت اللي صار معهم خلال هذا السيزون او للانيمالز، علشان الانيمالز خصوصا اللي بيركزوا عليهم اللي هم البيجز والهورسز والبيردز، عشان يعني البانديمكس المتوقع حدوثها. بروفلاكسس، شو البروفلاكسس بدون ما نقراها؟ شو احنا بنتخيل انه البروفلاكسس للانفلونزا ممكن تكون؟ بكل بساطة فاكسين. انفلونزا في كثير ناس بداية كل شتاء بعرف حاله انا والله مناعتي مش بزيادة خليني اروح اخذ انفلونزا، انا بحبش افلوز مش شرط مناعتي مش قوية، بروح باخذ الانفلونزا فاكسين فبحميه لدرجة كبيرة جدا من الانفلونزا. الانفلونزا فاكسين تعالوا نحكي عنهم هسه شوي. هسه الانفلونزا فاكسين بشكل عام هل بنقدر نقول انها بتحمي 100%؟ يعني واحد اخر مستحيل يصيبه؟ لا، ممكن توصل لمرحلة 80%. ليش؟ لأنه بكل بساطة في أشياء غير الإنفلونزا فيروس بتعمل لنا كومن كولد، ممكن أنا أخذت الإنفلونزا فاكسين صابني إنفلونزا من ورا الراينو فيروس، من ورا المايلد كورونا فيروس اللي هو مثلا رقمه 43، من ورا في كثير فيروس بتعمل لنا، من ورا بكتيريا مثلا، فممكن يصير في عندنا فلو لايك سيمبتوم من ورا أي شيء ثاني غير الإنفلونزا فيروس. ايه شو كمان بدنا نعرف؟ اوكي، اي ايش نوع الفاكسينز اللي كانت عندنا قبل ما انزل لتحت؟ المفروض اننا متذكرينها. كان في عندنا طريقتين عشان نعمل فاكسين، صح؟ كان في عندنا الطريقه الاولى انه احنا نجيب الفيروس ونعمل تو كيل ذا فيروس، ان اكتيفيت ات 100% يبطل الفيروس فعال ونعطيه از اي ام انجكشن. الطريقه الثانيه كانت انه نعمل تضعيف للفيروس، اتنيويتد فيروس نعمله ونعطيه as a nasal spray. ننزل عليهم هسه بشكل عام، هيهم نفس اللي حكيتهم. ال inactive virus او ال killed virus هو عبارة عن كوكتيل من ال A وال B، قلنا C زيادة على الباعة بنهتمش فيه وبنعيرهوش انتباه اصلا. ايش بدنا نعرف؟ في منه اكثر من نوع، في منه trivalent و quadrivalent. تراي وكواد معناته هذا فيه اشي فيه ثلاث وهذا فيه اربعة. شو هن؟ هن عدد ال A فيروس وال B فيروس اللي فيه. في فاكسينز فيهم 2A و 2B بنسميهم كواد فيلنت، وفي تراي بيكون فيه 2A و 1B. شو كمان بدنا نعرف؟ اللايف اتنيويتد فاكسينز اللي بنعمله متذكرين المفروض احنا هذا الحكي اغلبه، انها كنا بنجيب الفيروس بنقلل درجة حرارته كثير ل 25 درجة مئوية بنرجع بنرفعه ل 30، فبصير الفيروس اتنيويتد نن ايبابل تو انفكت، الفيروس بصير لمرحلة كبيرة جدا نن ايبابل تو انفكت سيلز، وبالتالي بنعطيه از انيزل سبراي، فبصير عند هذا الانسان لسه الجلايكوبروتين موجودة عليه فبتتعرف على الاميون سيستم وبصير عند هذا الانسان اميونيتي ضد هذا الفيروس. ما قرأتهم كثير انا لانه ما فيهم يعني اللي فيهم مجرد حكي بدنا نحفظه، المهم نفهم الموضوع بشكل عام. طيب قبل ما ننزل على السلايد تحت، شو قصة انه واحد فلوز من وراء مطعوم الانفلونزا مثلا؟ اذا حدا اجى قالنا مريض اجى علينا قالنا انا فلوزت والله من اخذت مطعوم الانفلونزا من هون ثاني يوم فلوزت، لما نحكي خصيصا عن الان اكتف الكلد الاي ام انجكشن اللي بنعطيها از انفلونزا فاكسين، مستحيل يعمل لنا كومبليت، مستحيل يعمل لنا انفلونزا. ليش؟
بكل بساطة لأنه الفيروس ميت، الفيروس مستحيل يصير له ريبليكيشن. طيب الاتنيويتد اللي بنعطيه نازل سبراي ممكن يعمل؟ هسا إذا بدنا نحكي بشكل فعليا اللي قاعد بصير إنه لا مستحيل يعمل. إذا بدنا نحكي بشكل تطبيق عملي ممكن يعمل بحالة واحدة فقط، حالة واحدة فقط، وهي يعني أصلا ما بتصير لأنه الناس بينتبهوا لها. إذا أعطينا الاتنيويتد فاكسين لمريض اميونو كومبرمايزد، مريض ايدز وواصل لمرحله انه صار ايدز، مش اتش اي في بوزيتيف، لا ايدز، والاميون سيستم عنده از كولابسد، اعطيناه الاتنيويتد فاكسين النازل سبراي، طبعا ممكن يطور كومبليت انفلونزا ديزيز. شو كمان بدنا نحكي؟ حكينا بشكل عام مين الناس اللي باخذوه لما بدنا نحكي عن السيزون انفلونزا فاكسين. الناس اللي مناعتهم ضعيفة او هاي ريسك بيشنت انه يصير معهم انفلونزا، والهيلث وركرز. طلعوا يعني الصفحة هاي مثلا، طلعوا كم حدا فيها بدون ما نقرأهم. خلينا نشوف بالتفكير بالعقل مين الناس اللي احنا بنعطيهم الانفلونزا فاكسين. طبعا الهيلث وركرز، اذا بنحكي هيلث وركرز ريزيدنت ونيرسينج ودكتورز، لما نحكي عن هاي ريسك بدنا نحكي عن اوفر 65 years of age، pregnant woman، patient who provide home care. كل الشغلات بنقدر نفهمها فهم مش حفظ يعني. الصفحة هاي تعالوا نشوف كم واحدة حكينا منهم احنا هيك بشكل عام. over 65 year of age، resident in nursing، adult and child who have chronic pulmonary or cardiovascular disease. ضروري نعم، هذا ضروري جدا نعطيه فاكسين عشان احنا الانفلونزا له مش اشي سهل. adult who have required regular medical follow up or hospitalization during the last year because of chronic metabolic disorder. هذول مثلا زي الديابيتس ماليتس، او مثلا dysfunction renal dysfunction، immunocompromised، لانه هذا الانفلونزا له مش اشي بسيط ابدا، فضروري نعطي. children، الاطفال اللي تحت الست اشهر، والتين ايجرز بشكل عام، العمر اللي هو من 12 ل 18 سنة، ضروري نعطيهم، يعني مش ضروري قد اللي فوق بس انه برضو نعتبرهم انه جروب ات ريسك انه نعطيهم. woman who will be in the second or third trimester of pregnancy during the influenza season. بنحسب هل هاي الwoman هي حامل مثلا، اليوم عرفت انها حامل، هل هي راح تكون بالسكند وبالثيرد trimester من الحمل، يعني بالشهر اللي فوق الثالث من الحمل خلال فترة الانفلونزا سيزن، خلال الشتوية؟ إذا بنعطيها الانفلونزا فاكسين. يعني مش راح أكمل قراءتهم صراحة يعني عشان ما يطول الفيديو، لأنه بتكون الفيديو قصير. الهيستوري تاع الديفلوبمنت اوف الفلو فاكسين، الايزوليشن تاع الفيروس كان 1933، بالفورتيز بلش يصير في عنا ان اكتف فلو فاكسين ديفلوبمنت، بالستينات بلش يصير في عنا الفيرست licensed in Europe vaccine، وبعدين ب 78 صار في عندنا الترايفالنت فيرست ترايفالنت، و 2012 الفيرست كوادريفالنت. احنا فعليا اللي قاعدين بنروح على الصيدليات بدايه كل شتويه بنقطه هو الكوادريفالنت اللي بيعملوه كل سنه. حكينا هم بيعملوا سيرفيلانس وبيعرفوا شو اللي منتشر وبعطوا بناء عليه. الصفحه هاي بتحكي عن اللي بعطوه ب 2020 اللي عطوه السنه، اتوقع انه بدنا نعرفهم لانه الدكتور قراهم، بدنا نعرف شو الاشياء اللي فيه at least للمرحلة اللي حكيت اللي راح احكيها هسه، انه فيه 2A و 2B. طبعا ال A اللي هم H1N1 و H3N2، وال B اللي هم الفيكتوريا والياماغاتا. لو للمرحلة هاي على الاقل بدنا نعرف هذا الحكي انه هذول هم اللي موجودين. حكينا طبعا الكوادريفالنت 2A 2B، الترايفالنت بيكون 2A 1B. ليش سنوي؟ حكيناها فوق، حكينا ليش بنعطي كل سنة كل سنة. الفكرة انه في عنا كثير 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 بصير في عنا انتيجينيك شيفت، انتيجينيك تعرف اللي طلعوا السنة غير عن اللي طلعوا السنة الجاية، very able to mutation to happen، فانه لازم نغير المطعوم كل سنة ونشوف، نعمل surveillance، نشوف شو الاشياء المنتشرة ونعطي بناء عليها. فسترين monitor by WHO surveillance laboratories اللي بصير انه بيشوفوا شو المنتشر every year، they give seasonal flu vaccine according to what was مثلا pandemic in this area match the vaccine. ممكن حدا يمرض من هذا الفاكسين؟ قلت لكم فوق لا.
يعني اذا اجى حدا وقال لك اخذت ابره بعدين رشحت بكون على الريض، هو فعليا يعني اذا بدنا نحكي اوكي هسه الحاله الاخرى اللي ممكن يعني بدناش نسامحه بدناش نقول عنه على الريض، انه ممكن يكون صابه انفلونزا او فلو لايك انفلونزا لايك ديزيز، مش من ورا الانفلونزا فيروس، من ورا الراينو فيروس، من ورا الادينو فيروس، وبالتالي اوكي ماشي بنقول له معلم والله بدناش نقول لك على الريض معلم، انت اللي صار معك انه في اشياء ثانيه، ما الكورونا فيروس الادينو فيروس سبب، راينو فيروس سببت لك فلو سيمبتوم غير الانفلونزا بكل بساطه، فانه ات كانت كوز انفكشن. تمام الحكي هذا كله حكيناه، حكينا انه الحاله الوحده اللي ممكن نعتبر فيها انه سبب اذا اعطيناه لاميونو كومبرومايزد، انا هون مش مجاوبها انه حكيتها فوق. Are there any vaccine side effect? Of course, نحكي عن drug. Of course, every drug have a side effect. بصير في عنا soreness بالمكان، soreness site of injection يعني بعد يوم ونص يومين، itching or redness ممكن هذا الاشي بيصير، اللوكال رياكشن تقريبا من 15 ل 20% ممكن يصير، فيفر ومسل بين رير مور رير، وممكن يصير في عنا ايش كان بدنا نعرف انه يوجوالي بيجان سون افتر فاكسين وذ 1 تو 2 داي، بصير في عندنا فيفر ومسل بين وفيلينج اوف ويكنس، حاس حاله انه مريض يعني عليه ارهاق. نوت كومون حكيت لكم فوق، هي هارير نوت كومون نفس الصفحه معاده. ايميديت اليرجيك رياكشن يعني اعطيناه المطعوم من هون صابه انفلاكتيك شوك، فيري رير يعني من كل مليون حاله ممكن اقل من حاله يصير معه انفلاكتيك شوك. نيورولوجيكال رياكشن اللي هي الجاريان بيري سيندروم، فيري فيري رير. جاريان بيري سيندروم اللي بصير انه الاميون سيستم بيهاجم النيورونز، وبالتالي بعد ما الاميون سيستم هاجم النيورونز ادى لنا الى ديزيز سي ان اس ديزيز. احتمال انها تصير، خلينا نروح اخر صفحه لاني كاتبها هون، انفلونزا فاكسين اند جاريان بيري سيندروم most data suggest little or no risk of جاريان بيري سيندروم from vaccine. انا طلعت التعريف لها من النت اللي هي is a rare disorder in which your body immune system attack your nerves but influenza virus HIV virus Epstein Barr virus associated with cases of Guillain-Barré syndrome. فاذا كان الفيروس نفسه بسبب Guillain-Barré syndrome rarely، فكم احتمال انه يسببه الفاكسين؟ it's more likely to get Guillain-Barré syndrome from the flu itself than to get it from the vaccine. شو كمان بدنا نعرف؟ حكينا لا ما حكيناهم، مش الكونترا انديكيشن والبركشن اللي لازم نتاخذهم. كونترا انديكيشن طبعا الانفلاكتيك شوك والالرجي، مش شرط بس الاوفر بومن اللي هم يعني عندهم حساسيه من البيض، لا في اشياء اسباب ثانيه ممكن تؤدينا الى الالرجي، بدنا كيب ات ان مايند انه بتسبب الالرجي، هون القصد مش انه بنعرف شو الاشياء اللي بتسبب. بريكشن الاكيوت سيفيريتي فيبرال النس، واحد اجاك هي لوك فيبرال و عليه فيفر وتعبان بده ياخذ الفاكسين تاع الفلو، ما بنعطيه، بنقول له روح وبس تطيب وتصير امورك كويسه until you recovered and get well تعال بنعطيك الفاكسين، اما هسه ما في ما بتقدر تاخذه انت ال. واللي عندهم ايج اليرجي اوف كورس، عنده ايج اليرجي ما راح نعطيه الفاكسين، لانه احنا الطريقه اللي بنعمل فيها الفاكسينز اذا متذكرينها من الجنرال واذا فوق كانت موجوده هيك بشكل عام، انه الفيروس احنا بنعمل له انكيوبيشن ان ايج مرحله من المراحل. فاكسين دو فاكسين داز نوت، بدنا نعرف شو الشغلات اللي بتسويها. داز نوت بروتكت فروم فلو لايك او انفلونزا لايك، حكيناها 10 مرات. ممكن نعطيه الفاكسين ويصيبه النس من وراء، يعني مش اذا اخذ الفاكسين خلاص طول هذا طول الشتاء ما راح يصيبه النس، لا ممكن يصيبه لانه في اسباب ثانيه بتعمل. Protect you against influenza from 2 weeks up to 1 year. Decrease risk of influenza disease. Hospitalization and severe illness including Guillain-Barré syndrome after influenza-like illness. حكينا هالنقطة هاي، هيك بنكون خلصنا التشابتر. حاولت قدر الإمكان أشرح بسرعة عشان ما تضطروا تسرعوا الفيديو وما أشلفك أي إشي، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ويعطيكم العافية. واللي عنده أي سؤال يحطه بالكومنتات.